فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي. الحوار اللي كان به اللاعب عبد السلام بوحوش نهار السبت في زون ميكس خلف بعض الجدل. اللاعب رضوان الفالحي يبدو انه ما قبلش شويه كلام، قالوا كيف كيف عبد السلام بوحوش ايضا بخصوص انتقال النجم الساحلي. وقتها كان المدرب خالد بن سيسي مدرب النجم الساحلي، قال عبد السلام وقتها حب خالد بن سيسي يهزوا الاتوال. معنا خالد بن سيسي باش يوضح شنو صار وقتها بالضبط. سي خالد اهلا بك. مرحبا يا سلام، شنو احوالك؟ رمضانك مبروك، شنو الامور؟ انت بنفس رمضانك مبروك. لاباس والله الحمد لله. الحمد لله. باهي باش نفكر العباد اللي ما سمعتش التصريح، كيف كيف انت يبدو انك قالوا لك كيف كيف سي خالد ما سمعتش بالباهي، خلينا نسمعوا اهم ما جاء في الاكستريم تاع عبد السلام بوحوش. رضوان الفالحي. رضوان الفالحي. مؤكد اللي هو معناها. يعجبك شي تو. ينجم يكون معناها هو قائد فريق، قطع راي فني معناها. فوالا، انا قائد فريق شديد في الجامعات الكل، قائد فريق كي يجيبش يجيب لي لاعبي ما نحبوش. ما نقطعلوش رزقه اول حاجه، نقول خويا ما يهمنيش بالحق، ما نقطعلوش رزقه. ما هيش يهمك مصلحه الجمعيه، انت تقول لا لا لا. تقول ما يعاونش اللاعب هذا، ينجم يكون قال هكا معناها جوست ما عندوش معاك مشكله معناها، جوست قال سبب فني معناها ما يعاونناش. شفت اسلام قبيله كان ترجع لكلامي، قلت لك راهو فما في الجروبات في الجامعات الكبار فما ملاعبيه يلزم يقعدوا في 18 وفي 20. هذيك اعطيتك معلومة مهمة توا حاليا، كيف كيف باش نعطيك معلومة مهمة. فما ملاعبين يلزمك تسمع أصدقائهم اللي يعيشوا معاهم في الفستير باش يحكيوا عليهم. دونك هذا هو ملخص الأهم ما قاله عبد السلام بوحوش بخصوص الموضوع هذا. شنو حبيت توضح سي خالد؟ والله حبيت نوضح الحاجة، حبيت نوضحها اللي راك تسمع أني دربت يعني زوز اللاعبين هذوما زوز دربتهم بصراحة ونعرفهم من قدام. بليتو يعني في قفص يعني عديت ستة شهور يعني بريود نتاع اخر 2011 وشطر 2012، خاطر بعد انتقلت للنجم الساحلي في البريود هذيك. يعني ستة شهور اللي عديتهم صراحه في 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 قفصه، يعني ستة شهور يعني اصعاب، ومن من احسن يعني الستة شهور اللي عديتهم في يعني كفريق يعني سبورتيفمون نحكي من اون بلاس افون ديرنيير، كنا وقتها كلاسي افون ديرني، قمنا بالريكروتمون يعني اللازمي وفينا العام هذاك فينا كلاسي سيتيير افيك اون دومي فينال في تونس، دومي فينال كوب دي تونيزي، وخرجنا ضد ليتوال في سوسه سنين بلاش. وصراحة وعبد السلام بوحوش كان يعني من احسن المدافعين يعني بيان سور في قفصة، وإذا كان مش يعني من أحسن المدافعين صراحة في تونس. وديما نقول له عبد السلام، خاطر الناس الكل تعرف راه مش توا مش نقولوا احنا مش نجامل عبد السلام، عبد السلام كروي يعني ان جور يعني ان ديفونسور يعني من أحسن كما قلت لك المدافعين، كان يعني سور لوم سور لو ماركاج بالإكسبيرونس نتاعو يعني تخي بون، لكن ديما عنده كثير تاع موتيفاسيون، اقل كلمه اقل بروفوكاسيون عبد السلام يعني يخرج ماك نقولوا احنا ماك الكونسونتراسيون نتاعو وياخو اوراق سواء صفر ولا حمر، نقولوا احنا بينيفول جراتويت. هذاك كان الديفو تاع عبد السلام، لكن عبد السلام يعني كان زاد قائد فريق يعني الفريق نتاع قفصه ويقوم بدوره يعني كقائد فريق كاحسن ما يراد. مالوريزمون يعني سمعت الكلام هذايا نتاع الجيان ورضوان الفالحي اللي تعرض له واعد، انا نحب ناكد كيما نحكي دو بيان بالباهي على عبد السلام بوحوش، رضوان الفالحي ذا اللي نعرفه بالكدا بيسكو يعني نقولوا احنا تربينا في جمعياتنا ودربت يعني اللاعب هذايا ونعرفه دبري، وانا متاكد اللي عبد السلام راهم مغلطينه على على رضوان الفالحي. أولا رضوان الفالحي البريود هذيك يعني يلعب يعني مع مدافعين مش نمبورت كي، مع عمر جمل بالعابي حمد المبروكي كان بيفو وين اللي رديته يعني سوبر، وكان من اللي جون عندنا مغطاش قعد معنا في الافكتيف وصدام يعني خرج بري، وكان شكون وقتها ديريكتور سبورتيف كان زبير بيا، يعني لي شوز يتعاملوا مش كيما ما نخبيش عليك كيما توا فما البلبله يعني في الفريق نتاعنا، وفماش الديريكتور سبورتيف لما مانجير جينال معناها يعني. فهمت من كلامك سي خالد، فما مدرب وفما مدير رياضي هما يحكموا ما يحتاجوش للملاعبين. لا يحكموا،
لا لا بصراحة أنا جيتي زاد أين بيريود قايد فريق في ليطوال ما نجمش يستشيرك نجيب فلان ولا فلان يعني باش ما نظلموش رضوان، رضوان زاد كمان في الانترناسيونال لعب 48 ولا 50 مقابلة في ليكيب ناسيونال بصراحة مش في خاف يعني من إذا كان باش يجي عبد السلام بوحوش أنا متأكد لو بريمي أنا باش يفرح بعبد السلام بوحوش على خاطر ليطوال علاش يعني اللاعبين في تونس يتمناوا يلعبوا في ليطوال أولا ليطوال تشوف حتى الأجواء تو كي تشوف ليكيب وتشوف المجموعة الأساسيين يرفلاسون كيما ركبوا نتوات يمشوا يرفلاسون اللي ما يلعبوش جو عائلي في الجمال الساحلي هذه ديبي توجور ديما يعني موجودة كان تخلى عبد السلام في ليطوال راهو ولا ولد ليطوال وراهو عمل فن كارير راهي باهية برشا هل تطرح يعني اسمه متأكد. وقتها سي خالد في ليطوال حبيت تهزه وأنت من قفص ليطوال بويسك تعرف باهي أغزر فما فرق أنا يعني كان جيت أغزر كان جا باش نعطي كل واحد حقه كان جا ما عندناش الأسماء هذه في اللاك سونترا عبد السلام بوحوش قلت لك من أحسن المدافعين في تونس في البريود هذيك كان ينجم يكون يعني الأسماء المطروحة في الانتدابات لكن كما سميت لك عندك يعني خمسة لاعبين في اللاك سونترال ما تستحقش وقتها في اللاك سونترال يعني ملاعب ياخر وقعدنا يعني مع زبير كانت عندنا يعني مشكلة انتدابات يعني خاصة يعني نحب نجيبه يعني لاعب ولا اثنين ما بين وسط الميدان هجومي والا لاعب يعني يكون يعني افونسون ولا حاجه ولا معناها ما خممتش في عبد السلام بوحوش وقتها بالكل خاطر عندك بويسك المدافعين اللازمين في الوقت هذاك من ناحيه الكم والكيف فوالا احنا شو نحبوا نقولوا اللي عبد السلام كما قلت لك كان من احسن المدافعين انا وقتها نحكيه في قفص في قفص وديما نقول له عبد السلام راك من احسن المدافعين في تونس يلزمك تنحي التدربيس والغش والوراق الصفر والزربيتر والسيبورتير واحد كان صراحة كان تري جونيرو هو في اللي فور ما يحسبهاش يعني عبد السلام من يعني كانت من تيمة القليلة راهو عبد السلام وجوده على خاطر انسان يعني يلعب بقلبه بربه يعطي سدون 100% لكن كان ينجم زاده خاطر لعب في الكلوب امريكان الكلوب امريكان يعني جمعية كبيرة كان ينجم كان جاب بلو ديسيبليني كان ينجم يلعب في ليتوال في سي اس اس كان ينجم ينجم يعمل ان كارير خير من هكاك باهي اسمح لي سي خالد كنا حكينا كنا حكينا في الاوف اسمح لي باش نقولها انت يبدو انك باش تتصل بهم الزوز في الليل قلت لي وابدو ان فما عباد هي اللي كبرت نفوس بيناتهم انا متاكد راه انا متاكد خاطر رضوان الفالحي كلكان راهو تريبولي انسان متربي متخلق كيما تراه لا صحيح راهو كيما تراه هاك كيما تراه في التلفزه الهدوء الكالم انسان متثقف انسان راهو مش اناني لا بالعكس صحيح صحيح لا بالحق راهو يعطي ليكزومب راك قائد فريق كان هو بريود شد هو بريود شد بالبولي وحتى كي كان ملاعب الى اليوم ما سمعناش عملنا ما سمعنا رضوان راك عليه كان يقول عبد السلام بوحوش راه فما شكون اللي مغلطك في رضوان الفلاحي رضوان الفلاحي راهو شخصيه اخرى راهو كان ان بيرسون راهو بهوت كاليتي راهو انسان متربي ومتخلق برشا ما يسمحش لنفسه باش يقطع رزق ملاعب اذا كان ملاعب كان باش يجي ليطوال كان زبير خمم فيه باش يجيبوا راهو جا ليطوال الوقت هذا كما قلنا مدافعين عندنا خمسه لاعبين يعني في اللاك سونترال الفريق هذاك ما استحقوش ان ديفونسور دو بلوس وذاك علاش مثلا عبد السلام يعني كان ينجم يشبي علاش كان ينجم يجي ليطوال يروح في ليطوال لكن الفريق هذيك ليطوال عند المدافعين نتاعها ورضوان الفلحي بصراحه بعيد الحكايات هذه وغادي متاكد يعني كي يسمع كي يسمع رضوان حاجات كيما هكا يتاسف برشا ويحزن انا متاكد على خاطر تربيته واخلاقه ما تسمحلوش باش يعطي راي ولا في حاجه كيما هكا انا نقول دوماج دوماج يعني انسان لاعب راه 48 ولا 50 مقابله في ليكيب ناسيونال او تشوف فيه في تربيته واخلاقه سي كالكان يعني استري اخر وما ينجمش يعمل حاجه كيما هكا وين بلوس في البريود هذيك موجود خاطر 2012 تنقلت لليتوال يعني من قفصه مشيت لليتوال يعني عشت البريود هذيك مش مثلا جاي يعني ناش اني سمعت اللقطه نتاع شد ستيل وين نحب نعرف قاعد شد ستيل نحب نعرف عبد السلام عبد السلام بالك شي فما شكون مثلا مناجير سمسار مثلا جابه وحب مثلا يصحح له ما حبيت نعرف مع شكون قعد اكزاكتومون كيفاش تحرم الكونترا هذا
خاطر اقرب ناس ليا هما زبير بايك نجمو نحكيو، لكن احنا كيما قلنا نبداو بالحراس المرمى، نبداو بالمدافعين واحنا ماشيين. البريود هذيك وقتها كيما قلنا نصطادوا في الوزوره انا تاكو، على خاطر البريود اللي مشيت فيها يعني باع في منذ الكباير في الطيف، يعني الافكتيف الي لا موجود، وهذاك علاش يعني ما كانتش بتاثر الوقت هذاك الاسم نتاع بتاثر نتاع عبد السلام مثلا ما تروح. لكن نحب نعرف لي ديتاي هذوما اللي قعد ومع عبد السلام شكون؟ وهكا علاش يحمل الشخص هذا بتاثر هو اللي قعد وصل الكلام مثلا غلط ولا مناديو ولا سمسار. بصراحة ربي هادي على خاطر الزوز يعني ملاعبين قلت لك دربتهم ناس متربية ومتخلق سواء عبد السلام ولا رضوان راه ولد جمعيتي نعرفه من حشته هو صغير، راه انسان يعني اسبري اخر، انسان مثقف برشا، وتشوف يعني تشوف العاب عمل كارير في تونس، خرج لبرا عمل كارير نتاعو، وتشوف يعني تشوف يعني البلوس اللي يعطي فيه في احد الرياضي، صحيح. انسان يعني مثقف برشا وما يسمحش لنفسه باش يغلط غلطه كيما هكا. خليني استغل الفرصه سي خالد اسالك انت، اش بيك بعدت شويه؟ والله بعدت شويه، هي البلاد كيفاش تشوفها انت خويا سام؟ اسكو البلاد راكحه هي؟ انت لاباس. لا اسمع بعدين البلاد مش راكحه، انا راني بار بليزير عامل كيف، كي الراني نبدا عامل كيف، مانيش نجري وجرت الفلوس، مانيش نعيش من وراء الفوتبول، يعني الحمد لله مستوره ولاباس عليه. كي نرى البلاد في الوضعيه هذه تحزن، وكي تحزن وتشوف يعني لي كونديسيون اللي يخدموا فيهم حتى زملائي المدربين والملاعبين، ناس مش خالصه، ظروف قاسيه توصل حتى جمعيتك انت هيك جمعيتك يعني ديفيسيت بدي مليار، صحيح جوارات تلقاهم مش خالصين، الكلوب افريكان وصلت يعني باش تنزل للقسم ديفيزيون 2 يعني بالقرارات، وكل احنا نتاع الفيفا جمعيه عريقه وجمعيه كبيره كيما هكا. بصراحه يا بلو دو جو خويا سلام، ما عادش انا بيرسونيل مون مش نحكي، فما ممرنين يلزمهم يخدموا باش يعيشوا، انا جو في سا بور بليزير، ما نلقاش يعني جوي وما نلقاش البليزير بتاعي حتى ما غير فلوس نخدم. انا مشيت الوقت اللي قلقت شويه كلمني الرئيس الجمعية تاع حمام سوسة على بوست يعني مشرف عام شي مناجير جينيرال بور دو موا غراتويتمون يعني بون. هذيك جمعية الثانية ونحللها برشا، وكان تو لاكسيسيون معياني حمام سوسة. يعني حبيت أن نوري اللي راني أني راني بار بليزير تاع كيف، مانيش نجري بجرة الفلوس، خلاني إن شاء الله يرجع برا ما رانيش برا لي بروبوسيون موجودين، ما خبيش عليك خاصة في السعودية سواء في الدوري الممتاز ولا الثاني موجود، لكن ما عادش نجم اني نفسي خوك مثلا جنسية فرنسوية 10 سنين في فرنسا تغربت كونت روحي روحت عندي مشروع نتاعي الحمد لله مستور لاباس، عندي صغيراتي عندي عائلتي سي تريز امبورتون، لكن الظروف المناخ انا في تونس توا ماهوش باهي باش ممر يبدا يراني ومرتاح نفسانيا. ان شاء الله يا ربي نقولوا احنا الكورونا هذه نرتاحوا منها في اقرب وقت، وترجع زاد بلادنا كما كانت سور لو بلون سيكوريتي سور تو لي بلون، حتى سور في البلون سبورتيف يعني الجمعيات يوقفوا لهم باللي سبونسور يلقاو شكون نقولوا احنا يعاون الجمعيات هذوما، احنا اوني جمعيات بروفيسيونيل بوريا، وحتى اسم زاد مدربين بروفيسيونيل بوريا صراحه كلمه وبرا تتقال وبرا، لكن سي سور لو بابي وبرا، لكن في التيران لا لاعبيه واخذه حقوقها لا مدربين. راك تشوف انت جمعيات تنحي مدرب كلاسي دوزيام يتنحى، مدرب على يلعب على المانتيا كلاسي ساتوي ويتيام نوفيام زاد يتنحى، يعني زاد فما رؤساء جمعيات يتنحى سوبر متر، شو معناتها ينحيوا كيكه بالطريقه هذيك ونعطيك زاد من الاخر معناتها خاطر عندهم سند وتاخذ حكام راه وتاخذ حكم فيه وما يتنفذش وما يتنفذش وما يتنفذش سامحني وعلاش ما يتنفذش وعلاش ما يتنفذش علاقات هي علاش هي سامحني شكون يمشي في التقييم لم يلعب المدرب زاد عرقو صغير سام عرقو
علاش ياخذون وعاركوا؟ موضوع نتاع ديبا كبير هذايا في تونس. لا سي فري هذاك علاش؟ هذاك علاش؟ ما خرجوش هسي من الاسماء تتاثر من الاسماء اللي جبدوا رواحهم شويه، لكن اقعد ديما موتيفي ومغروم ان شاء الله. يعني اتو مامون نجم نرجع وراني اذا كان نلقى ان شاء الله اخويا سلام نلقى دي كونديسيون باهيه، كونديسيون سبورتيف اللي تخليني اوبجيكتيف سبورتيف اللي باش ننجح فيه. والفلوس هي راي بالنسبه لي انا راي ثانوي. يعطيك الصحة، شكرا لك، كنت سعيد جدا سي خالد بن سيسي بتدخلك معنا، وضحت بخصوص ما قالوا عبسين بحوش بخصوص رضوان الفاحي، ايضا سالنا عن احوالك بعيد برشا من مده على الميديا كذلك على التدريب. فاصل، هم كاملين بعد شويه اخر جزء من فير بلاي اليوم.